طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس بدنا نحل بعض مسائل المتعلقة في الديكشنري على المسائل اللي احنا طرحناها على الربل. ناخدهم مسألة مسألة. في المسألة الأولى إنه احنا بدنا نعد الـ number of occurrences. طبعا نقرأ المطلوب في المسألة، إنه في عندي تكست بدي أدخله في single line. في كل كلمة موجودة في هذا التكست بدنا نعد النمبر تبع الأكورنس قبل ما إنه إحنا ناخد بعين الاعتبار هذه الكلمة. طبعاً الـ input والـ output بوضح هذا الإشي بشكل كبير، لأنه هنا مهما كان في شرح أكتر مش راح يكون واضح إلا بالـ input. الـ example input والـ example output. يعني على سبيل المثال، أنا عندي هنا كلمات، مجرد إنه هي كلمات مفصولة بالـ spaces 1 2 1. الآن يفترض أول ما أدخل 1 هنا بحكي before إنه أنا بدي أحكي الـ frequency تبع الـ 1 قبل ما أنا أعد هذا الـ occurrence. هذا إنه أول مرة يمر علي الـ 1 والـ occurrence تبعه المفروض إنه هو يكون 1، لكن إحنا هنا بنحكي before، فبالتالي هنا بتطلع لي 0. وهنا نفس الشيء 2، نفس الكلام انه هي اول مرة تمر علي، فبالتالي قبل ذلك انه كان الاكورانس تبعها 0. رجعنا هنا مرة واحد انه 1 كمان مرة، فبالتالي الاكورانس السابق انه هي مرت علي قبل هيك مرة واحدة، فبالتالي هنا بكون 1. 2 كذلك نفس الحال 1. 3 اول مرة تمر علي، فبالتالي الفريكوانسي تبعها سابقا 0. تمام، 2 مرت علي قبل هيك، هاي 1، هاي 2 يفترض انه هو يطبع 2، وهذه المرة الثالثة يفترض الفريكوانسي يصير تبعها 3. 4 اول مرة تمر علي، فبالتالي سابقا الفريكوانسي تبعها 0. و 3 مرت علي سابقا، تمام، فبالتالي الفريكوانسي تبعها 1 بهذا الشكل. طبعا هو الموضوع مجرد انه ترتيب input و output في الديكشنري، وانه انا اطبع الفريكوانسي قبل ما انا ازود عليه 1. خلينا نشوف الحل. طبعا انا عندي هنا الـ input انا باخده في one line بهذا الشكل. طبعا هنا بنأكد انه خلاص في الريبل انه ما فيش انا عندي رسائل للمستخدم رجاء ادخل سطر line of text او كذا زي هيك، انه خلاص الانبوت مباشرة عشان تزبط معايا في لما اسلم الحل في التست كيسز. طبعا بعرف الديكشنري، تمام، وبروح بلف على كل كلمة موجودة في التكست. طبعا انا عملت split هنا، فبالتالي هذه عبارة عن كلمات مقطعة. طبعا هنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نجيب الكاونت تبع الكلمة. طبعا الكاونت هذا إذا كانت موجودة، طبعا أنا عندي الترتيب في الديكشنري إنه أنا عندي كي وفاليو. الكي هو عبارة عن الكلمة نفسها، والفاليو هو عبارة عن الفريكوانسي تبعها. فالآن إذا كانت الكلمة هذه موجودة برجعها، ما كانتش موجودة هنا في هذه الحالة بدي أرجع 0، الفريكوانسي 0. ف بعد هيك ما دام انه احنا الان حطينا عملية ادخال للكلمة والفريكوانسي تبعها 0، مجرد انه انا بطبع هاي الكلمة، تمام، وبعديها بزود على الكاونت 1. هذا هو فقط الترتيب، انه انا بطبع الكاونت وبعديها بزود عليه 1. فبالتالي هنا طباعة الكاونت انه انا بجيب الكاونت اوف الورد. وطبعا هنا انا عندي باي ديفولت انه البرنت بتطبع في سطر جديد، تمام، فبالتالي انه الاند هنا باي ديفولت هي بتكون سلاش ان. احنا بدناش انه احنا نطبع في سطر جديد، انه احنا بدنا نطبع في نفس السطر. فبالتالي هنا بحط انه الاند انا عندي سبيس بهذا الشكل، فبالتالي انه بروح بطبع انا الكاونتس جنب بعض وهو المطلوب. خلينا نجرب على الانبوت هذا بهذا الشكل. هنا دخلنا، تمام، انا عندي ال1 ما مرتش علي سابقا، فبالتالي سابقا الكاونت تبعها 0. 2 كذلك نفس الحال، 1 مرت علي سابقا فهي الكاونت تبعها 1.
تمام. بعديها نيجي هنا تو مرت علي سابقا، فهي الكاونت تبعها واحد. تري جديدة الكاونت زيرو، تو مرت علي هاي مرة مرتين، فبالتالي إنه الكاونت تبعها سابقا اثنين، وهاي المرة الثالثة، وهكذا. فبالتالي إنه الأوتبوت مظبوط لو إحنا قارناه بهذا الكلام، إنه صفر صفر واحد واحد صفر، اثنين صفر واحد، صفر صفر واحد واحد صفر، اثنين صفر واحد. تمام، هذا بخصوص المسألة الأولى. الآن بالمسألة الثانية، المطلوب إنه إحنا نطبع إنه إحنا نعمل dictionary of synonyms. طبعا السينونيمز هنا المقصود فيها المرادفات. إنه بده يكون في عندي ديكشنري مكون من كي وفاليو. الكي هي عبارة عن الكلمة، والفاليو هي عبارة عن مرادف هاي الكلمة. طبعا هنا في عندي ترتيب في الانبوت، تمام، عشان يطلع أنا عندي الاوتبوت بهذا الشكل. فهنا الديكشنري بده يتكون من بيرز، وورد اوف بيرز، تمام. كل كلمة هي عبارة عن سينونيم للكلمة الثانية، تمام. وهنا بحكي لي انه كل الكلمات انا عندي different، عشان انه انا اتأكد انه دايما انه كل كلمة في إلها مرادف، ملهاش مرادفين. لو إلها مرادفين ساعتها انه بنفعش انه يكون key إلو two values. فعشان هيك انه هو بحط هذا الشرط، انه عشان تتأكد انه انت عندك في الحل انه خلاص تكون مطمن انه كل كلمة إلها مرادف واحد فقط، تمام؟ طيب الآن بعد ما ندخل الديكشنري، تمام، بدنا نوجد السينونيم لكلمة معينة. طيب هلقيت هنا في الانبوت ايش ترتيب الكلمات، انه انا عندي دخلت ثلاثة، معنى ذلك انه انا بدي ادخل ثلاث كلمات. هاي هم، هاي كلمة hello المرادف تبعها هاي، كلمة باي جود باي، وليست المرادف تبعها array. فبالتالي بعد السطر هذا خلص إدخال الديكشنري. هاي الكلمة هي عبارة عن استعلام، إنه أنا بدي أدخل كلمة يفترض إنه يطلع لي المرادف تبعها. دخلت good bye يفترض يطلع لي bye، فعشان هيك إنه الأوتبوت إكزامبل إنه bye. فبالتالي هنا هذا بيحدد عدد الكلمات في الديكشنري، وفي كل سطر بحط الكلمة ومرادفها، الكلمة ومرادفها، الكلمة ومرادفها بهذا الشكل. طبعا هنا الحل بده يكون بهذا الشكل، بدي اعرف ديكشنري اسمه synonyms. طبعا هنا اتفقنا انه اول مدخل انا عندي هي عبارة عن عدد الكلمات او عدد الاسطر اللي بدي ادخلها في الديكشنري، عدد الكلمات والمرادفات تبعتها. فعشان هيك انا بعمل for i in range integer، بعمل parse لانتيجر للانبوت. فبالتالي هنا دخلت 3 حيلف 3 مرات، تمام. بعدها في كل سطر ايش بعمل؟ بعمل انه input split. فبالتالي انا متأكد انه المدخل انا عندي كلمتين، هاي الكلمة الاولى هاي الكلمة الثانية. فبالتالي انه انا ممكن ايش اسوي، انه بحط word 1 comma word 2 بتساوي input.split. فبالتالي انا متأكد انه انا عندي هنا ناتج split بيرجع لي كلمتين بخزنهم هنا. لو انت عندك ارتباك من هذا اللاين ممكن اوضح لك اياه بطريقة اخرى، انه انت ممكن تعمله بطريقة اخرى. انه انت ايش ممكن تسوي، ممكن انه انت تعمل انه اللاين بتساوي input، وهنا طبعا split، وحسب الطريقة التقليدية بتقول word 1 بتساوي line of 0 أول كلمة فيه، و word 2 بتساوي line of الواحد. فهذا الكلام في الثلاث أسطر هنا معمول في سطر واحد. طبعا هذه أريح وأبسط بكتير، يعني ببساطة إنه إحنا متأكدين أنا عندي الانبوت ناتج السبليت تبعه عبارة عن قطعتين. فبالتالي انه ببساطة word 1 كوما word 2 بتساوي الانبوت دوت سبليت. لو
هذا برضو نفس الكلام، لو انه حليتها بهاي الطريقة برضو بيمشي الحال، ما فيش مشكلة. تمام، فأنا بدي أخلي هذا السطر بهذا الشكل. تمام، وهنا لاحظ أنا عندي كيف الإدخال. الإدخال أنا عندي إنه في الديكشنري إيش بدي أضيف؟ بدي أضيف الكلمة هذه ككي والمرادف تبعها، بدي أضيف وورد واحد والمرادف تبعها وورد اتنين، وبدي أضيف العكس وورد اتنين ككي والمرادف تبعها اللي هو الفاليو عبارة عن وورد واحد. فبالتالي هنا بضمن إنه إذا المستخدم دخل جود باي يرجع لي باي، وإذا دخل باي يرجع لي جود باي. ونفس الإشي هنا، إذا دخل ليست بيرجع لي أري، وإذا دخل أري بيرجع لي ليست. طبعا هنا إحنا ممكن نطبع الديكشنري، طبعا هو طباعة الديكشنري مش مطلوبة عشان نتأكد كيف الشكل. تمام، وبعديها أنا عندي هذا السطر الثالث، هذا السطر عفوا اللي هو عبارة عن إنه إحنا بعد ما خلصنا الفور لوب أدخلنا الأسطر هاي الثلاثة. تمام، بدي أدخل كلمة يفترض إنه هو يرجع لي السينونوم تبعها، إنه أنا دخل كلمة بدي أعتبرها الكي بدي أرجع الفاليو تبعتها. فعشان هيك أنا عندي print للسينونوم of الانبوت بناخدها من الكيبورد، فبالتالي هنا أنا بدخل كي برجع لي value. طيب خلينا الآن نشوف زي هيك. تمام، وهنا نشغل الكود. فبالتالي أنا حكيت له أنا بدخل ثلاث أسطر، السطر الأول كلمة ومرادفها، كلمة ومرادفها، كلمة ومرادفها. هيك خلصنا إدخال الديكشنري. لاحظوا الآن أنا حطيت جملة طباعة الديكشنري، هي مش مطلوبة بس عشان أتأكد إنه فعلا بضيف الكلمة ومرادفها، وبعكس كمان إنه زي ما هنا عملنا إنه وورد واحد مرادفها وورد اتنين، وبرضو وورد اتنين مرادفها وورد واحد. فهنا ككي مختلفة. تمام، وهيك بضمن زي ما حكينا إنه لو دخلنا list يرجع لي array، ولو دخلنا array يرجع لي list. فخلينا نشوف هنا. اوكي، فهنا hello hi hi hello bye goodbye goodbye bye، وهو المطلوب list array array list. تمام، الآن المدخل الأخير اللي هو أنا بدي أدخل أي كلمة، مثلا بدي أدخل hi يفترض أنه رجع لي goodbye أو hello، عفوا. فبالتالي هنا هاي رجع لي هلو. ممكن انه نشغل تاني بس في هذه الحالة خلاص، مدام انه شفنا الانبوت هذا مالوش داعي نرجع نشغل كمان مرة. بس خليني اخد هذا الانبوت كمان مرة، وهنا بدنا ندخل مثلا الري يفترض رجع لي لست. تمام، وهو المطلوب انه هنا دائما في المسائل اتاكد انه الانبوت والاوتبوت زي ما هو مطلوب في المساله بالضبط. فعشان هيك هاي الشغله مهمه جدا انه انا اعرف طبيعه البرنامج انه ايش المطلوب في الانبوت وايش المطلوب في الاوتبوت عشان اعرف اصيغ الحل. نروح على المساله الثالثه. المساله الثالثه بدي اجيب الموست فريكوينت وورد، بس هنا نفس الفكرة إنه هي عبارة عن مجرد ترتيب input. طبعا أنا في عندي text مدخل، أول line بيحتوي على عدد الأسطر، هنا اثنين، معنى ذلك إنه أنا بدخل سطرين، هاي السطر الأول وهي السطر الثاني. تمام، وبعديها بعد ما ندخل نخلص إدخال كل الأسطر بدي أطبع أكثر كلمة إلها تكرار. تمام، وإذا كانت يعني إنه أكثر من كلمة إلها تكرار يفترض إنه هو يطبع لي إياهم حسب الترتيب الأبجدي. يعني هنا على سبيل المثال آبل أورانج بنانا بنانا أورانج، أنا عندي البنانا مكررة مرتين والأورانج مكررة مرتين، يطلب منه إنه يرتبهم. يعني أنا عندي هنا اثنين واثنين لهم نفس، هم التنتين أعلى تكرار، مين يطبع؟
حسب الترتيب الأبجدي اللي بتيجي بالأول، فبالتالي البنانة بتيجي قبل الأورنج، فبالتالي يفترض يطبع بنانة فقط. طيب نشوف الحل. طيب الآن بدي أعرف بطبيعة الحال ديكشنري، تمام؟ طبعا هنا أول input أنا عندي عدد الأسطر، فعشان هيك أنا بعمل for i in range input، تمام؟ طبعا أنا عندي الwords هي عبارة عن الانبوت، input تاني هذا اللي هو السطر الأول dot split، فبالتالي هنا، وعشان أنه بروح على طول بدخلهم في الديكشنري، فعشان هيك بروح بعمل for word in words، بلف مباشرة على هدول الكلمات، تمام؟ والمطلوب انه انا اعمل count مباشرة، فبالتالي الكاونت زي ما تعودنا انه احنا بنعملها بالجيت، فبالتالي انه بصير انا عندي ادخال للديكشنري انه word count of the word ككي بتساوي word count dot get، فبالتالي هنا بدي اجيب الفريكوانسي او الفاليو للكي وورد، تمام؟ إذا كان موجود برجع لي الكي تبعه وبنزود عليه واحد، مش موجود برجع زيرو، تمام؟ وبنزيد عليه واحد، فبالتالي إنه بيكون الفريكوانسي واحد إنه إحنا أول مرة صادفناها، تمام؟ طبعاً هنا بدنا نجيب الكلمة اللي إلها أعلى تكرار، طبعاً الكلمة اللي إلها أعلى تكرار إنه أنا بدي أجيب الفاليوز اللي هو الفريكوانسي، فبالتالي إنه الـ words count dot values هذه عبارة عن method في الديكشنري بترجع لي كل الـ values as a list كليست عندي هنا، طبعا بجيب الـ max value تبعها بخزنها في هذا المتغير. طيب عرفنا شو أعلى تكرار، وحسب المثال تبعنا يفترض إنه 2. بعد هيك المطلوب انه احنا بدنا نجيب الكلمة اللي إلها أعلى تكرار، بس بدنا نتأكد انه إذا كان في أكثر من وحدة يفترض انه أجيب أول وحدة حسب الترتيب الأبجدي، فعشان هيك محتاج انه أنا أرتب الديكشنري حسب الكي، فهنا انه الكي هي عبارة عن كلمات، معنى ذلك انه حيرتبها ترتيب أبجدي، فبالتالي هنا for word in sorted هنا حرجع الكيز حرجع الكيز أو الكلمات الكيز من الديكشنري، برتبهم حيرتبهم ترتيب أبجدي، فبالتالي أنا متأكد إنه أحلف عليهم ترتيب أبجدي. وهنا بروح بفحص إذا كانت ال value اللي هي word of the key بتساوي max، ساعتها بنطبع الكلمة وبنعمل break، خلص احنا مطلوب انه احنا نطبع اول واحدة بهذا الشكل، تمام؟ خلينا نجرب الكود. طبعا هنا عدد الاسطر 2، وهي أبل أورانج بنانا بنانا أورانج، يفترض إنه هو يرجع لي بنانا، لأنه يعني البنانا والأورانج لهم نفس التكرار، بس مين الأولى في الترتيب الأبجدي؟ البنانا، البي قبل الأو، تمام. الآن ننتقل للمسألة الثالثة أو الرابعة، تمام. في هاي المسألة المطلوب إنه نعمل ديكشنري من الكونتريز والسيتيز اللي موجودة في هاي الكونتري، تمام. والمطلوب إنه لما أجي أدخل سيتي معينة هنا يرجع لي الكونتري تبعتها بهذا الشكل، فبالتالي هنا بدنا نتفق على الترتيب، انه الترتيب انا عندي مين الكي ومين الفاليو. الكي انا عندي السيتي والفاليو هي الكونتري،
تمام؟ لأنه cities ما بتتكرر، تمام؟ وكل واحدة بدها تكون الفاليو تبعتها هي الكونتري، معنى ذلك إنه بدي يكون في عندي ديكشنري الكي فيها بوستن، تمام؟ والكونتري يو اس اي، والسيتي فيها بيتسبورغ اللي هي السيتي، والفاليو هي عبارة عن يو اس اي، فبالتالي هنا ما فيش تكرار في الكي. طبعا في الديكشنري مسموح يكون في تكرار في الفاليو، لكن في الكي مش مسموح انه يكون في ترتيب، مش العكس. معنى ذلك انه احنا بننفعش انه نعمل الكونتري يو اس اي وبوستن وكمان انتري يو اس اي ككي والفاليو بيتسبورغ، لانه حيتم استبدال اخر قيمه وفقط حيكون عندي اخر انتري اللي هي بيتسبورغ، تمام، او يو اس اي بيتسبورغ. فعشان هيك احنا نعمل الترتيب انه الكي هو عبارة عن السيتي والفاليو هي عبارة عن الكونتري. فبالتالي هنا بصير في عندي مابينج انه هدول السيتيز كلهم الفاليو تبعتهم، هدول كل واحدة لوحدها حتكون عبارة عن كي والفاليو يو اس اي، وهدول راح تكونوا عبارة عن كيز والفاليو تبعتهم يو كي. يبقى بوسطن، بيتسبرغ، واشنطن، سياتل، هدول حيكونوا USA، و لندن، ادنبرا، كارديف، بلفاست، هدول حتكون UK، تمام. طيب فبالتالي هنا المطلوب لو احنا قرأنا الاكزامبل انبوت بنعرف ايش المطلوب. هنا انا عندي اثنين، معنى ذلك انه انا بدي ادخل two countries، وهنا اول كلمة هي بتكون الكونتري والباقي عبارة عن cities اللي تابعة لهاي الكونتري، وهنا نفس الفكرة country وcities اللي تابعة على نفس الكونتري. بعديها ثلاثة، معناته انه انا بدي ادخل ثلاث مدن ويفترض انه هو يطلع لي المدن الكونتري تبعتهم. يبقى هنا دخلت المدينه كارديف، سياتل، لندن، يفترض يرجع لي يو كي، يو اس اي، يو كي، تمام. فبالتالي هنا في هذا المساله بدها تركيز انه بدنا نرتب اول حاجه الكي والفاليو، وبعديها بدنا نرتب الانبوت، انه انا عندي الانبوت الاول هو عباره عن ادخال للديكشنري عدد الكونتريز، وبعديها ادخال للاستعلامات اللي هي عباره عن ثلاث مدن وبدنا نطلع الكونتريز تبعتهم. طيب نيجي للحل. طبعا هنا الديكشنري سيتي كونتري، نعرف ديكشنري سيتي كونتري، اتفقنا انه الكي هو عباره، سجلها هنا كملاحظة، إنه الكي هو عبارة عن السيتي والفاليو راح يكون عبارة عن الكونتري، متفقين على هذا الكلام. طيب الآن اتفقنا إنه أول input عبارة عن مدخلات للديكشنري وأنا بدي أدخل two country، فعشان هيك شو بسوي؟ for i in range input بعمله parsing لانتجر، فبدخل line، تمام، بعمل input وبعمل split. تمام، فبالتالي انا رحت قطعت المدخلات، انا عندي كلها بهذا الشكل قطعتها هذه، تمام، هذا line of 0، line of 1، line of 2، line of 3، line of 4. فعشان هيك انا حكيت انه الكونتري هي عبارة عن أول توكن من اللي أنا قطعته line of zero أول كلمة، والcities هي عبارة عن list، تمام، من أول كلمة أو عفوا من ثاني كلمة اللي هي الindex تبعها واحد للآخر بهذا الشكل. فبالتالي هنا هاي راح تروح تتخزن في الفاريبل country، وهدول كلهم مقطعات طبعا راح تتخزن في الـ variable cities، تمام. بعديها
راح نعمل عملية الإدخال في الدكشنري. راح نقول إنه for city in cities إيش بدنا نعمل إدخال key و value. طبعا هنا ال country ثابتة لهذا اللاين تمام، وراح يتم إدخال السيتي اللي هي ك key تمام والفاليو تبعتها country، فبالتالي راح يتم إدخال هنا بوستون USA، بيتسبرغ USA، واشنطن USA، سياتل USA تمام. هذا اللاين الأول خلاص تم إدخاله في الديكشنري. بنروح بنعمل اللفة الثانية، راح ندخل اللاين الثاني وبنكرر نفس العملية، ناخد لاين جديد أول وورد بنعمله سبليت. طبعا أول وورد راح تكون هي عبارة عن country UK تمام، والسيتيز هي عبارة عن اللاين من واحد إلى الآخر، فبالتالي هنا في هذا الأسطر في هذا اللوب الداخلية نعمل إدخال للديكشنري لندن UK، أدنبرا UK، كارديف UK، بلفاست UK. هاي هذا السطر city country تمام. يبقى خلصنا هدول الأسطر. الآن نيجي للمرحلة اللي بعديها، فبالتالي إنه تم إدخال الدكشنري والدكشنري صار موجود الآن في الذاكرة تمام، كل سيتي ككي والفاليو تبعتها الكانتري. الآن المدخل اللي بعد هيك اللي هي الاستعلامات، بدي أدخل له ثلاث استعلامات تمام. فعشان هيك احنا بنلف على for i in range كمان برضو input نعمله parsing لانتجر. هنا مطلوب ثلاث مدن ثلاث استعلامات، فبالتالي هنا حلف ثلاث مرات. ايش المطلوب؟ انه احنا نطبع الكانتري للانبوت اللي بيدخله المستخدم، فبالتالي هنا دخل كارديف يفترض يطلع له UK، دخل سياتل USA، لندن UK، فبالتالي زي ما حكينا UK USA UK يفترض يطلع بهذا الشكل تمام. فهي ترتيب الكود بهذا الشكل. خلينا نجربه. طبعا هنا لغاية الآن هذا عبارة عن إدخال للديكشنري، خليني أخذه من هنا. هيك خلاص أدخلنا الديكشنري. بالمناسبة ممكن نطبعه هنا print city country عشان نشوف، نرجع ناخذ الانبوت هذا كمان مرة، فبالتالي هنا بوستن USA، بيتسبرغ USA، واشنطن USA، سياتل USA، لندن UK، أدنبرا UK، كارديف UK، بلفاست UK تمام، زي ما احنا حكينا بالضبط تمام. فهذا السطر اوكي خلاص الان ما صار ملوش لازمة بعد ما تأكدت. فبدي ارجع على الشكل كمان مرة، اعمل ادخال للديكشنري بهذا الشكل واعمل انتر. الان بستنى مني المدخل اللي بعد هيك اللي هو عدد المدن اللي انا بدي استعلم عليها، فبدي احكي له هنا انا بدي استعلم عن ثلاث مدن. ايش المدينة الاولى؟ احكي له كارديف، يفترض رجع لي يوكي. المدينة الثانية سياتل دبل تي اوكي. انا عندي دخلت هنا تي واحدة اوكي مش مشكلة، بنرجع ندخل كمان مرة، نحكي له هنا ثلاثة كارديف يوكي سياتل، يفترض رجع يو اس اي، وبعد هيك لندن يوكي
هنا لو رجعت شغلت كمان مرة وقلت له بدي مدينتين، بدنا نستعلم عن أديمبرا تدرج يوكي، ولو حكينا بوستون US. تمام. فبهيك احنا عملنا ماب بين الكونتري والسيتي، واستخدمناها في الاستعلامات انه كل مدينة له مدينة يحكي لي شو الكونتري تبعتها بهذا الشكل. تمام.